الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال، كتب فرضا، كتب عليكم القتال كما وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المهم أن نبين أيها الإخوة، القتال بالنسبة للمؤمنين، هل القتال من أجل أن يجبروا الناس على الدخول في الدين؟ لا، هذا ما تبينه الجهات العالمية من الكفار وأذنابهم في داخل المجتمع الإسلامي. كأننا نكره الناس على الدين. حتى أنا عندما كنت أدرس وأنا طفل صغير وبدأت أدخل في سن الشباب، كان يقال لنا الإسلام انتشر بالسيف، وهذا كذب وافتراء على الإسلام. يتأثر به بعض المسلمين لأنهم يجهلون دينهم. ما هو القتال في الإسلام؟ قبل أن نبين أنه كره لكم، القتال أيها الإخوة لا يستعمله المؤمن إلا في حالة الضرورة، مثل الطبيب الجراح الماهر. وقل مريض يأتي إليه يفتح بطنه ولا يشوف ماذا فيها ثم يخيطها، لا يستعمل المبضع إلا إذا تبين أنه لا يمكن أن يفيد هذا المرض إلا أن يأخذ هذه الكتلة المضرة في هذا المريض. وأيضا القتال من أجل التحرير عندنا وليس من أجل الإلزام. نحن فرض الله علينا أن ننشر هذا الدين، فنبين للناس الخير ونبين للشر، ليتجنبوا الشر ويتبع الخير وهو الحق الذي أنزله الله العالم بمصالح البشر. هناك متألهون وطغاة يجبرون الناس أن يطيعوهم ولا يطيعوا الله، لأنه بطاعتهم وبالتسلط عليهم يصلون إلى مصالحهم وأهدافهم من الشهوات والأهواء والتسلط. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فمهمة المسلم أن يبلغ الدعوة إلى الناس فقط، يعلمهم، يعرفهم على ربهم، ويبين لهم بالأدلة أن الذي يطاع هو الله وليس الطواغيت في الأرض، سواء كانوا أصناما حجرية أو أصناما بشرية أو شعارات. الطاعة للخالق وليس لغيره، هذه مهمة المؤمن والداعي إلى الله. فإذا منع من ذلك أو أراد بعض الناس أن يطيعوا خالقهم، إذا منعهم الطغيان والطاغوت والمتكبرين في الأرض أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى وأجبرهم على طاعتهم، عند ذلك يأمر الله المؤمنين أن يقاتلوا هذا الطاغوت وجنده، لا ليقاتلوا الناس، أن يقاتلوا هذا الطاغوت وجنده ليزيلوا تسلطه على الناس ويأخذ الناس حريتهم. إذن أصول الدين السماوية كلها التحرر، ولكن ليس التحرر من طاعة فلان ونذهب إلى طاعة فلان، ليس التحرر من الحزب الفلاني وندخل في الحزب الفلاني، التحرر من الخضوع لكل شيء من المخلوقات غير الله سبحانه وتعالى العليم الخبير البصير، هذا هو التحرر. ويدل على ذلك أن ربع بن عامر في معركة القادسية عندما ذهبوا إلى الفرس أرسله القائد إلى الفرس ليبين لهم الدعوة، ما نقاتل الناس، نبين لهم ماذا نريد، فإذا استجابوا لا حاجة لشيء آخر، وإذا لم يستجيبوا عند ذلك نقاتل الطغاة لنزيل طغيانهم. قال له رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلينا؟ ما الذي دعاكم إلى المجيء إلى بلادنا والولوع فيها؟ قال له ربع بن عامر: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد، من الخضوع يعني للبشر والطاغوت، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن جور الأديان، لأن الدين عندما يحرف أو يفسر بشكل آخر يصبح وسيلة للتسلط ما عاد للتحرير، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة.
فقال بعض القواد في جيش رستم، قال والله لو سمع شعبنا هذا لقاتلونا معهم. إذا نحن نقاتل التحرير، ولذلك الآيات جاءت لكم لا في سبيل الله والمستضعفين من النساء والرجال والولدان. فالمؤمن يقاتل لتحرير الناس من الطاغوت، نأخذ الحرية فقط. المؤمن يقاتل لتحرير الضعفاء الذين تسلط عليهم الطاغوت، يقتل ويؤذي ويفسد في الأرض ويهلك النفس ويمنع عنه الطعام من أجل أن يخضعوا لسلطانه. الله خلقنا أحرار لا نخضع إلا لله، ولذلك نقاتل في سبيل الحرية وفي سبيل تحرير البشرية. هنا يقول الله سبحانه وتعالى كتب فرض عليكم القتال وهو كره لكم. القتال صعب، ستبذل فيه مالك وربما تضحي في حياتك، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، ممكن لا تحبوا شيء وهو خير لكم في المستقبل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو الدعاء وعدم القتال وعدم بذل المال. ليش يتبرع من أجل المقاتلين؟ ما في حاجة، يضيع ماله. ولكن عندما يتسلط عليه الكافر يأخذه هو ويأخذ ماله، فهذه لا يفهمها ولا يفقهها، ولكن ما يفقهها الله الذي فقهه الله بذلك. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا أردتم أن تتعلموا فافتحوا كتاب الله وتعلموا منه، والله يدلكم على مصلحتكم. إن علم منكم عدوكم الجبن والدعاء والاستسلام تسلط عليكم وعلى أموالكم وعلى أولادكم وعلى أعراضكم، فهذه لا يفقه كثير من الناس، ولا إيش فينا ما بصير شيء، الآن ما صار شيء، بس بعدين يكون الأمر أخطر وأشد، فلينتبه المؤمنون إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين. Thank you.